بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الأعزاء في كل مكان. هذا شعبي عبير. هذه هي حق ناجي أحمد، حق يونس، وهي الآن بحاجة إلى الماء. منو؟ يا ترى أين يكون يونس الآن؟ أرضه يابسة. شوف 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 القات، شوف شوف يابس. الآن نأخذ مقابلة مع أحد الأخوة. تعال إلى هنا، حدثنا ما الذي يجري هنا؟ هذه هي النواسة حقنا. هذه هي النواسة. هذه هي الماكينة الروبين. تشوف هذا هو شعبي عبير الذي كان ذات يوم منبع الغيول. والذي أصبح الآن كشعبا للأشباح. هذه هي أحد العلب الذي بدعت بالانقراض، واحدة تلو الأخرى، بسبب العطش الذي تعرض له هذا الشعب. هنا بما تسمى معزبة الأغنام، تنام فيه بعض الأغنام في أيام الرعي أو أيام الخريف، والآن شبه مهجور. الشعب صابي وخالي من البشر ومن الغنم أيضا، لا يوجد فيه من يقول ربي الله. كان الشعب هذا بمثابة أي المركز الأول من حيث رزق الإنسان. هذا الصقر الذي لا أعرف أين رجع. هذه هي بما تسمى حجر الضبع. لاحظ حجر الضبع أصبحت أيضا كشبه مهجورة، لا توجد ضباع هنا ولا توجد دعارة هذه الأيام. إنها بدأت بالانقراض حقيقة. ما يجري في كوكبنا هذا والله يدق جرس الإنذار، كما يوجد من الفتيان المخربون في هذا الشعب كهؤلاء الذين يشعلون النيران في الأخضر، يحرقون الأخضر واليابس. أي إنسانية عند هذه الناس وأي ضمير؟ أين أصحاب الضمير؟
هذا يونس هنا يخطط أن يبني ديمة. هذا هو بما كان يسمى جرف العسل، والذي سقط منه الكرفوح. وهنا هو شعب حج المهم الذي يمر منبعه من شعاب عطة. هذا هي عطة، هذا عطة، هذه هي مدرسة عطة. وهذا هو الشعب كما حدثناكم عنه. هذا بما يسمى وادي أصوح، وهنا توجد قلتة نشوان الذي في أيام الخريفة تندرج منها عدة شلالات وتستمر لعدة شهور، كما هذه الأيام تهاجر قطعانا من القرود إلى هذا الوادي وتأكل الأخضر واليابس محاولة أن تجد مما تأكله كالصين أو الذرة، ولكن لا يوجد في هذا الشعب. أن شهر يعبير زمانا أنا ذاك في زراعة الشام والذرة والدخن، وأيضا كما يقولون كانت تزرع فيه البن والموز والفرسك والبلس والدوم أيضا الذي هي شبه منقرضة الآن. كما توجد في قاع هذه السيل حفيرات صغيرة، يقول الآباء والأجداد إنها كانت كحشاوي الأعناب. يقولون إنه اشتهر يعبير في زراعة الأعناب قبل مئات السنين. وأيضا إلى جوار ذلك اشتهر في زراعة القات بعد. ولكن كانت زراعة القات متأخرة فيه. بعد العام 1992 بدأت مياه يعبير بالجفاف. سيلة ناشفة لا توجد فيها طشة. ما عدا شبه متواجد في هذه الحفيرات. الذي أمام الكاميرا هو بما يسمى المنذار. وأيضا حائر السبعة كان في هذا المكان الذي أصبح لا وجود له حاليا. كان ذات من الأيام مركزا للسياح،
كان يتدفق إليه لعشرات من البشر. كان ينزل إليها سياح من جميع القرى يتمتعون فيه ويسبحون ويمرحون. أما الآن فأصبح معدوم هذا السد بسبب السيل الذي جرفه ذات يوم في عام 2009 حين بقي مطر شديد قوي. هنا هي الربيعتين فهي تتبع مدير الجبل. هذه هي غيمان وهذا هو الباس. لا تنطل يا ولد. هذا هو بناء. لا تنطل انت هايل. وهذا هو المحجر. ليش ما اخذت العصا حقتي انا؟ تنطل على هنا. لوثوا البيئة هذه يا ما اشدي. أعواله أعواله خلنا عشان نصور. هذا هو المويل. هذا المويل سقط فيه قطرات من الماء العذب والباردة أحيانا. كنا احنا وعبد الله احمد عندما نخزن نشرب من هذا المويل. يا سلام. هذا بما كان يسمى حصين الجماجم ولا زال يسمى الآن حصين الجماجم. لقد خزنتنا في هذا المكان. ما أجمله من مكان وما أروعه. يا له من موقع رهيب مرتفع من أعلى قمته تشوف وادي دباشة تحتك كأنه جنة. من أعلى قمة هذا الجبل تشوف وادي عبير ووادي وتشوف القحيلة وتشوف الحراشي وتشوف إسحن وتشوف وكأنك في السماء الرابعة. هذه كما شرحنا لكم سابقا قلنا لكم انها حجر الضبع والذي توجد فيها عشرات الضبع والثعالب والهروش المتواجدة الذي كانت فيها والذي اصبحت الان كشبه منقرضة. سلام الله على يعبير الذي اصبح كشبه منقرض. هذه هي قلعة كبيرة بهذا الحجم.